بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصور. موضوع تاعنا تاع اليوم هو موضوع سهل جدا، كيف تفرق ما بين المال والفيمال في جميع الطيور، في جميع الفراخ اللي ربيوهم في القفص، كل واحد ورايا. كاين اللي يقول لك هذوك العمالقه، الله يبارك كما يقولوا الناس اللي تعرف لي، يقول لك انا كي نشوفو في وجوه نعرف المال نعرف الفيمال. والله يا اخي في اي حيوان، في اي حيوان يكون المال والفيمال يتشابهوا مع بعضهم، ما تقوليش نعرفهم من الوجه، سواء في الكناري سواء في الببغاء سواء في السمك، أبار الحيوانات اللي تكون الجينات تاع الأنثى مختلفة بزاف على الجينات تاع الذكر، اللي يكون الأنثى تيب وحدها والذكر تيب وحده. وش معناتها هذه كيما نقولوا لها تيب 1 تيب 2؟ تيب 1 تيب 2 كي نسمعوها ماشي غير في الموزايك جماعة، نحط الموزايك برك اللي فيه تيب 1 تيب 2. هذه وش هو؟ كاينين بعض الطيور تلقى الذكر الريش تاعو ازرق، الديل تاعو طويل، المنقار تاعو احمر، فيه الوان بزاف، وتلقى الانثى ما هي تاع اللون. هادو هما هنا كاين التيب 1 تيب 2. هذه شفتها انا في شريط في لاشين تاع اوشوايا، وشفتها ايضا في شريط تاع انيمال، لاشين تاع انيمو ولا تاع الفرنسيين هذه، والله اعلم. في الكناري ولا في المقليين ولا في الاخر في البيريش، ما نحكيش على البيريش وما نحكيش على المقليين، لانه المقليين ساهل وواعر في نفس الوقت، لانه المقليين بكل نهضرو مال تات في المال، ماشي قضية تات في المال. في المقنيين ثاني كاينه حاجه، كاين لانتونسيف وكاين شيما عادي، ماهيش كيما ماهيش مفضحه كيما الكناري، بصح عادي. الكلام هذا راهو مستنبط من الخبره تاعي المتواضعه وبس، او موش علم، والله بعد يقول لي واحد المصدر، والله بعد يقول لي ما نعرف واش، والله ما انا قاعد نهضر في الحوايج اللي مصنبطه من تجربتها انا في حياتي. زوج حوايج ما درتهمش وما صراوليش، عمري ما غلطت في المال والفيمال، وعمري ما تجرأت وقلت هذا مال وهذا فيمال. والدليل ان جماعه بزاف قاعدين يسقسيوني في الماسنجر، نقول لهم الله اعلم، ما عنديش بزاف ملي شريت ميلي حبيت اللقنو تغريد، واحد التغريد نحبو بزاف، حبيت اللقنو حتى هزيت الميلي شفت معاه عرفت المال وشريت المال، وبعت لواحد اختصاصي خير مني قال لي مال، زدت بعت للثاني قال لي مال، زدت بعت للثالث قال لي مال، قال لي متأكد، قال لي 100% باش طمنت باش انا ما نغلطش. كيف تعرف المال والفيمال؟ كي يكونوا الطياره كيما دركا اللي في عمرهم فوق الشهرين، كي تعودوا في الفوريارة، محطوطين في الفوريارة بالتجربه، المال يخلط والفيمال لا، كي تحطهم كل واحد وحده قادر الفيمال تخلط، قادر الفيمال دير تخلط صحا هذاك تاع شغل قاعده زعما تغرد وهي صغيره، كي يعودوا كل واحد وحده الفيمال والمال ما تفرقش بيناتهم، بيسك هذاك يغرد ولا كيغرد، بصح كي يعودوا في الفوريارة في الفوريارة المال وحده هو اللي يغرد. هذه بالتجربه. نروحو تاع العش، لافير تاع العش، كيف تفرق بين الفيمال وبين المال؟ درت لهم ماركيتهم، نلقى اللي تجي مثلث ونلقاها اللي تجي دايره، اللي تجي دايره في مالا واللي تجي مثلثه مال، ماركيتهم ماهيش نظريه ثابته، خرطت
تلقى لي مثلث تخرج فيه مالا وتخرج مالا، لي دائريه تخرج فيه مالا وتخرج مالا. او عندي مالا ومازال عندي شافي عليه، حطيته باللي فيه مالا خرج لي ميلانين 100% كورونا في النص في دا كي شت وحطته باللي قادر يكون فيه مالا متبل الفرعه كي تبان لقيته مالا. لانه بطبيعه الحال احنا في الشكل تاع الفيمالا نشيل الفيمالا اللي يكون فيها الشكل واللون يكون في المال، ويبقى ديما العلم لله. اني مديت رايي كيف تعرف المال وتعرف الفيمالا، انا ما نعرفها لا من الهيئه تاعها لا من المنقار لا والو، ما نتاكدش. ممكن نفرق لك بين المال والفيمال في موسم التجهيز، موسم تجهيز نجبد ما بين المال وما بين الفمال. كاينه فمالة، عندي فمالة تغرد كي المال شكيت فيها باللي فمالة بصح شغل ما قدرتش نجرها. شافها واحد قديم عليا في الكلاستير قال لي مال، قال لي ميم البوزيسيون تاع الوقفه بعد مال. ربنا ولك الحمد. شهرين دخل ادريل وهي ما ولدت، ما ولدت حطيتها مع مال ولدت، جابت عظمة ومن بعد من وراها قعدت كاركة ما زالت جابت خلاص. ومن بعد الكوفيد الاخر خلاص باش نخلص حصلت لها العظمة نحيتها لها من البطن تاعها وبصح ظهرت انثى. هذه الخالتي اللي قاعدين يسقسيو كيف تفرق ما بين المال وما بين الفيمال، راني ندير لك العنوان كيما درت هو الكبر كيف تفرق ما بين الانثى والذكر وراك شفت الدرس تاعي. هذه هي الحقيقه. فهاد مين يقول لك هذوك الشعيرات وهذيك منا والبوزيسيون والخط يجي مع العين ومنا يجيو بصح عندهم بورسونتاج. كاينين دي مال لقيناهم كلش كل الاوصاف كل تاع فيمال ودي مال خرجوا دي مال. ما تنساش الاشتراك بالقناة، وإذا كان أول مرة تشوف الفيديو تفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، والاشتراك بالقناة وحط لنا سكان على زر جيم ماك خاصه والو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.